كبير بعده مستمر. حقيقة بجنن، فيلم حلو كتير. اتنين دقابة لا يمكن يعيشوا مع بعض في قفص واحد، يقطعوا بعض. نسبة مشاهدينه خطيت المعقول. عادل إمام معلم يعني، فبستاهل زقفي حلو كتير. يلا يبوا على وش الدنيا، يلا. أكيد نجم الكوميديا عادل إمام. اللهم فرج جمعكم وشد شملكم. آمين. اللهم اجعلكم حفظنا من بزازة. آمين. هي طبعا هذا معلم خي كوميدي الأول. عشم إبليس في الجنة. طيور الظلام بصلاة لاسيتي برودواي موريال أمبير طرابلس وشهرزاد صيدا. ونحن بنحب عادل إمام كتير كمان.